شهيدي بيت المدعين للفنون والاعلام، اهلا بكم ايام العرب يحييكم. النهارده بين سياده الاستشاري محمود زكي رئيس نادي الجمهوريه مباركه على صعود نادي الجمهوريه للدرجه الثالثه، طبعا وده بعد 30 سنه. سياده الاستشاري بيبارك لك النهارده باسم مبروك، انجاز تاريخي طبعا لنادي الجمهوريه الرياضي تحت سيادتك. طبعا بعد 30 سنه تقول ايه بقى لاهالي المصريه والجماهير المصريه والفريق والجهاز الفني ومجلس الاداره بتاعي طبعا مع النادي باسم الله ثالثه وباسم الله نشوفه ان شاء الله. هذا في الايام الماضيه طبعا كل قلبي اهالينا اهل المقريه اهل بلدي اهل بلد الامتياز. وعايز اقول لك ايام الانبياء ان ده مش محمود زكي بس، لا ده من اول عامل غرفه الملابس وعامل الملاعب لحد كامل مجلس الاداره، ده مجهود وتعب وتفكير. دي زكي انا بصراحه يعني اذا كان ربنا اراد ان يبقى في عهد المجلس الحالي فريق المقريه يصعد الدرجه الثالثه بعد غياب اكثر من 32 سنه، ده بصراحه يعني هذا من فضل ربي. انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قبل كده احنا وعدنا كمجلس اداره اهل المقريه. لو طب اقطعك كده، يعني تفتكر لما كنا ايام الانتخابات ونسجل مع حضرتك، طبعا ده كان من ضمن الاحلام اللي حضرتك كنت نفسي يصعد النادي؟ قلت جمله ان شاء الله اهالي المقريه هتبطل تشجع الاهلي والزمالك وهتشجع فريق نادي المقريه ان شاء الله. ربنا معانا مجهودات ودعم طبعا حضرتك وكل اهالي المقريه، ان شاء الله نشوف نادي المقريه في الدوري الممتاز وهو تواصل الاجيال يعني وتغيير سنه الحياه. احنا قدرنا ان احنا بعد مجلسنا ان احنا نوصل للدرجه الثالثه، نطلع نسعى للدرجه، ربنا يكرم اذا جه غيرنا ربنا يكرمه ويوفقه ونوصل للدرجه الثانيه، نقدر نوصل للممتاز. الف مبروك تبارك ان انت من احد الداعمين والمشجعين لفريق نادي المقريه، والله الموفق. وانا بشكر طبعا يعني هذه الفرصه دي، بشكر برضه الجهاز الفني الجهاز الاداري الجهاز الطبي، بشكر برضه احباب النادي وداعمي فريق النادي ابناء النادي اللي كانوا ما بيسيبوش الفريق في اي ماتش سواء داخل نادي المقريه او خارج نادي المقريه. كنا بنشوف متابعين طبعا وشايفين ان حضرتك معاهم في كل مباراه خارج المقريه وفي جمهور كبير معاهم، وطبعا بس هو ده ما جاش من فراغ اكيد. ايه اللي اتغير مثلا ال 30 سنه؟ حط الخطه، حط الخطه محكمه مجلس الاداره، وقدرنا نستعين بمدير فني جديد هو يعتبر المشهود فيهم بالكفاءه والمشهود فيهم ان هم شاركوا بقوه نجاح الفرق اللي بيتدرب فيها. هو كابتن عبد السلام ميدو والناس بتاعنا بشكر جدا 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 فني، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. يعني نفضل محافظين على اللي احنا وصلنا له، وربنا يكرمنا ويوفقنا ان احنا نصعد درجه ان شاء الله. اكيد طبعا حطيت خطه طبعا للي جاي طبعا. لا هي الخطه اللي جايه ان شاء الله بيبقى ده قبل الموسم الرياضي، نبدا بالاجتماعات سواء الاداريه او مجلس الاداره، ونبدا نحط بقى اللوائح بتاعته. تعاملوا بقى الفريق طبعا طبعا لعيبه طبعا بقى طبعا يعني الدرجه الثالثه غير الدرجه الرابعه، بس بنحتاج لعيبه اخر، ولكن يعني ده مش معناه ان اللعيبه اللي موجوده دول عملوا انجاز بنحافظ عليهم، بس احنا بندعم في اكيد في مراكز في الفريق بتبقى عايزه طبعا بدل واحد اثنين طبعا، بحيث احنا بنصعد ان شاء الله ربنا يكرمنا واحنا نصف اللعيبه معانا. صرفت لهم مكافاه بقى طبعا لازم. وعايز اقول لك على حاجه، يعني مجلس الاداره بالكامل موافق على اي حاجه تخص الكوره بالذات الفريق طبعا. الاستاذ محمود زكي رئيس نادي المقريه بنشكره على هذا اللقاء السريع طبعا، ونبارك له فيه على صعود نادي المقريه للدرجه الثالثه طبعا مع مزيد من الانجازات. بنشكر مجلس الاداره طبعا الموجود، وبنشكر اللعيبه، وبنشكر الجهاز الفني وجماهير المقريه اللي ساندت الفريق، وباذن الله نشوفهم في الدرجه الثانيه في العام القادم باذن الله. وبنشكر كل ايه ودايما ورا النجاح ورا النجاح.